السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة الطبخ المغربية. كنتمنى ألقاكم هذا الفيديو بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نحضر معكم سلطة رائعة جدا وسهلة، بالبربة والبطاطا وخزو. سلطة خفيفة صيفية كتجي هائلة، ونوعوا الأطباق ديال الصيف. وقبل ما نبدأ إن شاء الله، ما تنسوناش إن شاء الله تشتركوا في القناة وتبارطاجوا مع الأهل والأصدقاء باش تعم الفائدة إن شاء الله للجميع، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله بحول الله. بسم الله على بركة الله. بسم الله. عندي البربة، بربة أو الشمندر، مقدار البربة. غنسلق البربة بالقشرة، حيت ليها الفوق هكا بهذا الشكل بالطريقة، وغنسلقها بالقشر كمية لا بأس بها. هنا عندي البطاطا وخيزو او الجزر. الخيزو قطعته بهذا الشكل قطع مربعه، قطع بهذا الشكل. الخيزو او الجزر والبطاطا غنفورهم في الكسكاس، درتهم في الكسكاس بهذا الشكل. هادو غادي يتفوروا في الكسكاس. البربه غنسلقها في الماء بهذا الشكل. غنرد البربه تسلق، نفورهم في الكسكاس بهذا الشكل. حتى يطيبوا ان شاء الله بحول الله، وعاد نكمل المسائل الاخرين ديال السلطه. من بعد ما تسلقات البربه وقطعتها قطع مربعات بهذا الشكل، وطبخي الزو والبطاطا، وسلقت الرز، الرز الابيض العادي سلقته كيجي بهذا الشكل. سلقته في الماء مع زيت المائده وشويه الملحه، تغلى شويه وعاد صفيته كيجي بهذا الشكل. علبه من الطون غنخلطها مع الرز. عندي الخس، الخس نقيته وقطعته بهذا الشكل. دابا ان شاء الله غنخلط الطون مع الرز. هو الرز من بعد ما خلطته مع الطون كيجي بهذا الشكل. دابا غنجيب التبصيل فاش غنقدم ان شاء الله السلطه. غندير الخس، من بعد ما حطيت الخس بهذه الطريقه، ومن بعد قديت الرز مع الطون، درتو في شي زلافه بهذا الشكل، ومن بعد قلبتو فوق الخس بهذا الشكل هذا. من بعد غنستف خيزو البطاطا والبربة ان شاء الله. بسم الله. نستمر تنكملهم كامل ان شاء الله بحول الله. هيا السلطه من بعد ما وجدت كتجي بهذا الشكل، من بعد ما درت الباربه وخيزو او الجزر والبطاطا والخس، درت الرز مع الطون بهذا الشكل. هذه هي السلطه سهله رائعه وخفيفه وبارده، سهله في التحضير. ونوعوا الاطباق ديالنا الصيفيه، كتجي زوينه بالخضر والخس والطون والرز، كتجي زوينه بزاف وسهله ورائعه. وندوزوها مع المايونيز، معها المايونيز اللي صوبنا في الدار كيجي زوين بزاف. ونديروها للسلطه ديالنا كتجي زوينه ورائعه. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطه السهله الرائعه. ما تنساوناش ان شاء الله تشتركوا في القناه وتبارطاجوا مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده ان شاء الله على الجميع، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله بحول الله. متنساوناش باللايك. خليت لكم الراحة. بسلام عليكم.